السلام عليكم. هشرح النهاردة إن شاء الله الديزاين بروسيجر بتاعة الفي بيلت والبيلت بشكل عام. هتكلم الأول عن ديفينيشنز عامة. البيلت بشكل عام هو وسيلة لنقل الباور من عمود رقم واحد لعمود رقم اتنين، زيه زي الجيرز والسبروكت والتشين. بيستخدم في حالة السرعات العالية لما تكون أوميجا بالار بي ام أو السرعة متر على الثانية في أعلى. بنستخدم الفي بيلت. بيستخدم كمان لما تكون السنتر ديستانس كبيرة، الجيرز لما تكون سنتر ديستانس صغيرة. كمان من مزاياه ان هو الصوت بتاعه قليل، ما بيعملش صوت زي الجيرز ولا وفايبريشن اقل من الجيرز. ف بصفة عامة دي استخداماته. في برضو في فرق مهم بينه وبين الجير، ان هو بيعتمد على الفريكشن في نقل الباور، فلو حصل اوفرلود ممكن يحصل سليبنج، ممكن يتزحلق، ممكن البلت يتزحلق من على البولي. في التروس لو حصل اوفرلود في حاجة هتتكسر، سن الترس هتتكسر او العمود والكي او العمود يتكسر وهكذا، اي element لازم يتكسر. انما هنا في حالة الاوفرلودنج بيحصل سليبنج، فدي ممكن تبقى ميزة وعيب. ميزة لو انا عايز element في السيستم كله يأبزور بالشوك او يخلي يعمل حاجة اسمها fail safe design، يعني لو حصل overload في السيستم فالفيلير اللي يحصل ما يبقاش كسر، هنا يبقى زحلقة، السير يتزحلق على البولي فما يبقاش الخسائر كبيرة. فده دي تبقى ميزة. ميزة تانية ان لو في حالة الستارت للمكنة بيحصل overloading لحظي وانا مش عايز الاكسلريشن تبقى ضخمة، سواء كانت حاجة هتتحرك بسرعة هيبقى فيها ناتشة كده اكسلريشن سريعة جدا في الاول، او لو الاكسلريشن الشديدة دي هتعمل اوفرلودنج، فلما اكون عايز ابزورب وامتص الصدمة ممكن استخدم سير. طيب العيوب ايه؟ العيوب لو الحاجة اللي هتدور دي دقيقة جدا وانا عايز اي حركة للعمود الاولاني حتى لو كانت صغيرة لازم ينظرها حركة مع العمود التاني. لو كنت مثلا هحرك اكسس بتاعت مكنة سي ان سي او 3 دي برينتر او يعني اي حاجة الحركة فيها دقيقة جدا، ففي الحالة ديت لو حصل سليبنج هيحصل ايرور في المكنة، فده يبقى عيب وساعتها ما نستخدمش الفي بيلت. ممكن نستخدم انواع تانية من البيلت او نستخدم التشين او نستخدم التروس. فده بصفة عامة كده استخدامات الفي بيلت ومزاياه وعيوبه عشان نبقى عارفين لما بنروح للفي بيلت بنروح له امتى. طيب الفي بيلت عموما بيبقى مصنوع من الرابر، و عشان يقدر يشيل يقدر ينقل باور اعلى شوية، فبيبقى الكروس سكشن بتاعه في تسليح كده reinforcement. ممكن يبقى الفايبرز دي او الوايرز دي عبارة عن ستيل واير او خيوط للتقوية. يعني الفي بيلت الكروس سكشن بتاعه زي ما انتم شايفين كده حرف V، والكونتاكت بيكون على الجنبين مش من تحت زي الفلات بيلت. ميزة الفي بيلت عن الفلات بيلت ان هو يقدر ينقل باور اعلى من غير ما يحصل سليبنج، بسبب ان هو مشدود، قوة الشد بتدخله في الجروف دي اكتر، فبيبقى الكونتاكت فورس على الاجناب اعلى، فبالتالي يقدر ينقل فريكشن، الفريكشن فورس تبقى اكبر وبالتالي يقدر ينقل باور اكتر. ده ميزة الفي بيلت عن الفلات بيلت. طيب
الفي بيلت والفلات بيلت بيشتركوا مع بعض في الحسابات الأساسية بتاعة الفورسز والباور، في إن العلاقة بين الفورس قوة الشد اف واحد واف اتنين، لازم اف واحد يبقى أكبر من اف اتنين عشان ينقل التورك. لو الاتنين قد بعض هيبقى التورك بزيرو ومش هيشتغل والبيلت مش هيتحرك. العلاقة بين اف واحد على اف اتنين تساوي اي اس ميو سيتا. الميو دي الفريكشن كوفيشنت بين البيلت والبولي. في حالة الفلات بيلت الميو هي مثلا 3 من 10، ده في حالة الفلات بيلت. السيتا هي الكونتاكت انجل اللي هي دي كده السيتا. طيب في حالة الفي بيلت بقى الميو بتساوي ايه؟ ساعتها هنسمي دي ميو في، ويبقى الميو في ده ميو على ساين بيتا، والبيتا هي الزاوية بتاعت الفي بلت. يعني لو الزاوية دي كلها بتبقى 2 بيتا بتبقى حوالي 40 درجة أو 38 درجة، وبالتالي البيتا بتبقى حوالي 19 درجة أو 20 درجة. طيب ده كده العلاقة بين التورك بالمرة بقى التورك اللي بتنقل بتساوي اف واحد ناقص اف اتنين في الراديوس اللي هو دي على 2. لو انا بتكلم على التورك بتاع الانبوت يبقى احط الدي انبوت، لو هتكلم على التورك بتاع الاوتبوت احط الدي اوت. طيب الباور بتساوي تورك في اوميجا، وبس كده. دي كده العلاقات بين الفورسز والباور. الريزلتنت فورسز دي يعني ممكن تقريبا اقول ان هي بتساوي الاف واحد زائد اف اتنين. لما نيجي ننقل الفورسز دي نوديها على العمود عشان نعمل ديزاين للشافت، فاقول ان الفورس بتساوي اف واحد زائد اف اتنين. ده كده بالنسبة للفورس اناليسز وحسابات الباور والتورك على الفي بيلت. ايه تاني نحب نعرفه عن الفي بيلت؟ هو انواعه. انواع الفي بيلت زي ما انتم زي الصورة دي كده ما بتوضح، في اللايت ديوتي والرموز بتاعته 3L 4L وهكذا. الكلاسيكال هيفي ديوتي ده حاجة مشهورة، والكلاسيفيكيشن بتاعته او التايبس او السايزز، الحجم الصغير اسمه A B C وهكذا. كل سايز بيبقى متعرف بقى بالزاوية والارتفاع والعرض. طيب دي كده حاجة نوع مشهور. في حاجة اسمها في بيلت، كويس. وده بيتصنف برضو 3V 5V 8V، او ليه تسمية تانية اللي هو الويدج في بيلت ده اسمه متريك باور في بيلت، وبيتسمى اس بي زد اس بي اي اس بي بي وهكذا سي وهكذا. وادي الـ A والـ B والـ C ده زي ما هنا مسمينه كلاسيكال هيفي ديوتي، هنا مسمينه هاي باور في بيلت A B C وهكذا.
فده زي ما انتم شايفين كده السايز اللي ايه هو الاصغر وبيكبر السايز هنا الاس بي زد اصغر حاجه وبعدين الاي وبعدين البي كل ما ازود كل ما الحجم بيكبر وبالتالي يقدر ينقل باور اكتر. الحل بتاع المساله بتاعنا بيبقى ممكن احط له بيلت واحد سي او اتنين بيلت بي مثلا او ممكن احتاج اربعة بيلت من النوع الاي، فده ينفع وده ينفع وده ينفع. الفي بيلت الحجم الكبير بيحتاج بولي حجمها اكبر، فممكن نلاقي ان احنا لو البيلت ده حجمه ايه او اس بي ايه والبولي زي ما انتم شايفين بالحجم ده، لو غيرت الديزاين وخليته مثلا سي او بي ممكن احتاج بولي حجمها اكبر كده، وبالتالي البولي الثانيه هتبقى حجمها اكبر كده ويبقى الفي بيلت. بس الحجم الكبير ده ممكن احتاج منه عدد اقل، ممكن احتاج من السايز ده واحد بس، انما السايز الاي ده ممكن احتاج منه اتنين او تلاتة، فده بيبقى احد الديزاين بارامترز. طيب نروح على البروسيجر. فاول حاجة عايزين، طب قبل البروسيجر محتاج اعرف ايه تاني؟ محتاج اعرف ان الفي بيلت بيتعرف او زي ما هو بيبقى مكتوب على السير كده اللينس بتاعه ده كده اللينس، واللينس ده بيبقى ستاندرد، مش بنقدر نختار اي سير باي يعني اي نوع سير باي طول احنا عايزينه، لا ده في اطوال ستاندرد بيتباع بيها، والطول ده بيبقى الافراد او طول المحيط بتاع السير. تمام، يعني لو فردناه كده بيبقى الباي دي ده. طيب السير نفسه بيبقى ليه سمك، الطول ده هو طول البيتش دايمتر اللي هي اللينس بتاع الحته دي الافراد بتاع ماشي. في بعض انواع السيور بتتعرف بالانترنال دايمتر، يعني الدايمتر ده هو ده اللي يتضرب في باي فيدينا اللينس اللي بيبقى مكتوب على السير كستاندرد لينس، انما السير النوع اللي احنا بنستخدمه ده بيتعرف بالايه بالطول بتاعه، هو البيتش دايمتر مضروب في باي يبقى الباي دي يدينا طول السير اللي بيبقى مكتوب على السير، يبقى ده اس بي بي، ادي كده السايز بتاع السير الكروس سيكشن، البي ده بيحدد الكروس سيكشن، وال 1600 ده يعني اللينس 1600 مللي ده افراد الطول بتاع السير بتاع اي نقطة بقى اللي بره ولا اللي جوه، لا بتاع البيتش دايمتر اللي هو النقطة دي. حلو كده. طيب لو رحنا بقى على البروسيجر، قبل ما نبدأ في البروسيجر لازم نبقى عارفين ايه هي البارامتر بتاع اول حاجة، نوع السير اللي هو الفي بيل، الويب ولا الكلاسيكال هيفي ديوتي ولا اي نوع. تاني حاجة السايز بتاع البيلت الـ A والـ B والـ C والـ D وهكذا، عدد البيلتس ممكن يبقى العدد واحد أو أكتر، والطول اللي هو بيبقى ستاندرد، وأبعاد البولي بتبقى للتو بوليز طبعا الانبوت والاوتبوت، بنحتاج نعرف الديامتر بتاع الانبوت والاوتبوت، وكمان بقية الدايمنشنز بتاعت البولي بقى عرضها والهاب دايمتر بتاعها وكده. كمان بيبقى عندي بارامتر سنتر ديستانس والسبيد ريشيو، الريشيو بين الانبوت سبيد والاوتبوت سبيد او الريشيو بين الدايمتر الانبوت والاوتبوت، والباور والاوميجا 1 والاوميجا 2، كل دول هم الديزاين بارامترز.
بعضهم بيبقى جيفن، ممكن يبقى السنتر ديستانس جيفن، ممكن يبقى السبيد ريشيو جيفن والباور جيفن، ده غالبا يعني بيبقى دول الجيفن. وبيبقى مطلوب ان احنا نحدد السايز بتاع البيلت وعدد السيور وطوله و الدايمنشنز بتاعت البوليز والسنتر ديستانس. السنتر ديستانس الجيفن متر، بس انا بعد ما اخترت دايمترز للبولي واللينس الستاندرد لقيت ان السنتر ديستانس مش هتبقى ال100 ولا ال1000 الجيفن، لا دي هتبقى مثلا 1006 مللي. فالسنتر ديستانس بتبقى جيفن وبتبقى كالكوليتد بعد اختيار نوع اللينس بتاع السير. في بروسيجرز مختلفة سواء لشركات بتصنع السيور وتبيعها أو في كتب تصميم. الخطوات اللي أنا بقولها ديت هي أكوردنج للإيه الفينر كومباني، دي شركة بتبيع سيور وعاملة بروسيجر للتصنيع. فهنشرح البروسيجر ونحل مثال ونعدي على كل الخطوات. المثال اللي قدامنا ده فيه جيفن باور، الباور الجيفن ب 50 كيلو، وعندي 6 سلندر ديزل انجن. بيفرق معانا الانبوت ماشين والاوتبوت ماشين او الدريفن ماشين والدرايف ماشين، بيفرق معانا وانا بختار السيرفيس فاكتور. قايل لي الاوميجا 1 بتساوي 1050 ار بي ام. كمان ان ده بيشغل ريسبريكيتنج كومبريسور، يبقى الانبوت او الدرايف درايفنج ماشين هو ديزل انجن 6 سلندر، والدريفن ماشين هو ريسبريكيتنج كومبريسور. ده كده يفرق معانا وانا بختار السيرفيس فاكتور. طيب الاوتبوت سبيد الاوميجا 2 بتساوي 660 ار بي ام. بعد كده السنتر ديستانس بتساوي 1600 مللي. وان هو بيشتغل 24 ساعة، والشافت دايمتر بتاع الانجن يعني الاوتبوت شافت، لا بتاع ده الانبوت شافت، الاوت الدايمتر بتاعه 70 مللي. الدايمتر بتاع الشافت او الانبوت شافت يساوي 70 مللي، والاوتبوت شافت 80 مللي. طيب دول ده كده جيفن. اول حاجه هنحسب، اول حاجه في البروسيجر هنحسب السبيد ريشيو. فنقول اوميجا 1 على اوميجا 2 يعني بتساوي 1050 على 660، وده يطلع 1.59. طيب تاني خطوه هنختار السيرفيس فاكتور من التيبل ده. التيبل ده بدخل بثلاث معلومات. اول معلومه هو نوع الدرايف ماشي، او الموتور او الانجن اللي هي مصدر الباور. فبدخل هنا هل هو سوفت، هل هو موتور من النوعيه دي او من النوعيه دي. فبختار انا عندي internal combustion engine اكتر من 4 سلندر، يبقى اذا انا هنا في الخانة دي، يبقى هدخل هنا في المستطيل ده مش التاني ده. طيب لو، وبعد كده المعلومة التانية اللي بدخل بيها هي نوع الماشين اللي انا هشغلها. فادور هنا على في الجزء ده على
احنا كلاس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، فهنلاقي ان الريسبريكيتنج كونفير، احنا عايزين الريسبريكيتنج كومبريسور، الريسبريكيتنج كومبريسور كومبريسور اند بامب ريسبريكيتنج. يبقى ده كده ريسبريكيتنج كومبريسور. يبقى هنا هنا كلاس 3 مع عدد ساعات التشغيل، هنا قايل لي 24 ساعة، قايل لي 24 ساعة في اليوم، فيعني أكتر من 16 ساعة. فبالتالي هدخل هنا في العمود ده مع الصف ده، يدينا إن السيرفيس فاكتور طلع إيه، يعني هندخل آد بلس 3 و اوفر 16 ساعة ماشي، و سوفت ستارت، كل دول انبوت دخلت بيهم الجدول، طلعت بايه؟ طلعت ان السيرفيس فاكتور بتساوي 1.4، دي كده السيرفيس فاكتور تمام. خلاص كده جبنا السيرفيس فاكتور ب1.4. بجيب حاجة تانية ليها دعوة بالسبيد ريشيو، وبضرب ال 1.4 هتزوده حاجة بسيطة في الآخر برضه هيبقى 1.4 تمام. فدي كده ايه تاني خطوة عملناها بعد ما حسبنا السبيد ريشيو، جبنا السيرفيس فاكتور. بعد كده هضرب السيرفيس فاكتور ده في الباور الجيفن، اضربه السيرفيس فاكتور يدينا الديزاين باور. يبقى الديزاين باور، خلينا نكتب يبقى الباور ديزاين بتساوي 50 كيلو وات الجيفن في 1.4، يدينا كام؟ يدينا 70 كيلو وات. ده دلوقتي كده الديزاين باور. طيب بعد ما عملت جبت السيرفيس فاكتور وحسبت الديزاين باور، بدخل اجيب البيلت سايز، بخش على الجدول ده او الجراف ده هنا بالار بي ام تمام بتاع الانبوت شافت اللي هو بالنسبه لنا 1050 ار بي ام، فده 1000 وده 2000 تبقى هنا كده. فلو دخلت هنا كده مع الباور 70، 70 يعني دي اطلع كده تمام، وقعت في الريجون دي، يبقى ده السايز بي. يبقى هنا عن باور و الأوميجا 1 تساوي 1050، جيت مين السايز طلع اس بي بي. يبقى كده اخترنا السايز بتاع البيلت. طيب سايز البيلت ده هحتاج منه عدد قد ايه؟ كام بيلت يقدر ينقل الباور كاملة؟ هنعمل خطوتين ثلاثة عشان نقدر نعرف ان البلت ده بالدايمنشنز دي عند البولي دايمتر معينة وعند ريشيو معينة يقدر ينقل البلت الواحد، يقدر ينقل باور قد ايه. ولما نعرف البلت بيقدر ينقل باور قد ايه مع الباور ريتنج، نقسم توتال باور اللي انا عايز انقلها او ديزاين باور على الباور بتاعت البلت الواحد، فيطلع لنا عدد البلتس. دي اللي احنا الخطوتين اللي هنعملهم اللي جايين. ف بعد كده بعد ما جبنا السايز البي، اخش الخطوه اللي بعدها محتاج اعرف الدايمتر بتاع البولي. فهنا ديت خطوه مش بتدلنا الدايمتر البولي اللي احنا هنشتغل بيها، لكن بتدلنا المينيمم بولي دايمتر المفروض ما يقلش عنها.
وانا بدخل بمعلومتين، بدخل بالار اشوف انا 1050 يعني كده في النص بين الرقمين دول، والباور كيلووات اللي هو هنا بين الرقمين دول هدخل هنا كده، فالمفروض اطلع المينيمم دايمتر بين الاربع ارقام دول، يعني بين ال 200 وال 250. اعمل انتربوليشن تقريبية، الرقم ده احنا مش هنستخدمه قوي، ولكن ده هيبقى جايد لينا ان البولي دايمتر اللي انا هختاره بعد شوية تبقى اكبر من او يساوي الرقم ده المينيمم بولي دايمتر. فالرقم هيبقى قريب من ال 960، يعني قريب من ال 250، اقل شوية. فبالتالي هنقول ان الدايمتر المحلول في الكتالوج دايمتر بتساوي 240. جت منين؟ جت من دخلنا بالأوميجا 1 تساوي 1050، ودخلنا بالباور الديزاين باور اللي هي 70، فدخلنا التيبل ده جبنا الديامتر المينيموم بتساوي 240 ملي متر. تمام. الخطوة اللي بعد كده جدول هنجيب منه كذا معلومة. الجدول ده هنستخدمه مرتين أو ثلاثة. أول حاجة هنختار منه البولي دايمتر. اللي فاتت جبنا المينيموم دايمتر بتاع البولي، إنما هنا في الخطوة دي هجيب البولي دايمتر على طول. إزاي؟ بدخل الأول الجدول ده، في منه الجدول اللي انتم شايفينه قدامكم ده في منه صفحات كتيرة قوي، من أول صفحة 40 لغاية صفحة 51 في الكتالوج. كل جدول منهم بيبقى على حسب الايه السايز بتاع البيلت. انت لو كنت اخترت البيلت سايز دي اس بي بي، فهتفضل تدور في الكتالوج. اهو دي الكتالوج اهو، فهتفضل تدور في الكتالوج اس بي زد مثلا، ولا ده زد، وهكذا. نفضل تدور ده ايه لغاية ما توصل للبي، ده كده اس بي بي. ده الجدول. هنبدأ بقى ايه نشوف ناحية العمود اللي ناحية الشمال هنا، هنخش عند السبيد ريشيو اللي احنا اللي عندنا. فالجدول الاولاني ده السبيد ريشيو لغاية 1.29، احنا عايزين 1. ايه في المسألة بتاعتنا 1.59 يعني دي. فادخل هنا عند الرقم ده، تمام. اقوم جاي اول حاجة هجيبها من الجدول ده، هجيب كذا معلومة من الجدول ده. اول حاجة هجيبها البيتش دايمتر بتاعت البولي للدرايفر والتريفر، تمام. فالبولي الصغيرة هتبقى الدايمتر بتاعها 315، والبولي الكبيرة الدايمتر بتاعها 500. الريشيو ما بينهم 1.59 اللي احنا عايزينها دي، هي دي السبيد ريشيو. يبقى كده هدخل بالسبيد ريشيو اجيت اللي هي البيتش دايمتر اللي هي هنا في المسألة اللي احنا بنحلها دلوقتي. الدايمتر بتاع الاولاني طلع ب 315 ملي متر، والديامتر التاني طلع ب 500. يبقى دي كده جبنا الديامتر او البيتش ديامتر. الخطوه اللي بعد كده هستخدم نفس الجدول ده عشان اجيب الستاندرد لينس، ماشي. التيبل اللي قدامنا ده فيه سنتر ديستانس وحاجه اسمها كوركشن فاكتور والستاندرد لينس. انا عندي الجيفن عندي في المساله دي السنتر ديستانس. لو كان الجيفن
هو اللينث كنت هقدر احسب السنتر ديستانس من الجدول ده، انما الجيفن هو السنتر ديستانس، فانا هروح اشوف اقرب سنتر ديستانس عند الصف اللي انا فيه ده، ادخل هنا كده ادور على 1600 او حاجه قريبه ليها، لقينا هنا 1350 وبعدين 1607، يبقى ده اقرب سنتر ديستانس للسنتر ديستانس ال 1600 اللي هو جيفن في المساله. فيبقى كده السنتر ديستانس اللي احنا هنجيبه السي بتساوي 1607 بدل ايه؟ بدل ال 1600. طب تاني حاجة هنجيبها، هطلع بقى في العمود ده كده لفوق خالص، اجيب اللينس بتاع البيلت اللي هو كام؟ اللينس الستاندرد كده 4500، يبقى ال ال بتساوي 4500 مليمتر، تمام؟ اللي هو قلنا من شوية اللي بيبقى مكتوب على الرقم ده، اللي بيبقى مكتوب على البلت، على اللينس بتاع البلت يعني، تمام؟ اللي هو الرقم ده. يبقى كده جبنا سايز البلت واللينس بتاعه. نكمل. محتاج اجيب حاجه اسمها كوركشن فاكتور، هستخدمها بعد شويه وانا بحسب الباور اللي البلت الواحد بيقدر يشيلها او يقدر ينقلها. فبالمره وانا في نفس التيبل، على حسب اللون بتاع العمود اللي احنا فيه دلوقتي ده، شايفين فيه جريدز مختلفه، الوان مختلفه، وفوق خالص كده فيه رقم مع كل لون. فاللون اللي احنا فيه ده اللي هو التلات اعمده دول، ده وده وده، كلهم دي اطوالهم وكلهم ليهم ايه؟ كوركشن فاكتور اسمه او رقم 1.05، فيبقى الكوركشن فاكتور طلع 1.05 والبيلت لينس 4500، تمام؟ طيب الخطوة اللي بعد كده هي ان انا احسب البيزك باور لكل بلت، يعني الباور اللي يقدر ينقلها السير الواحد، او بيسموها باور ريتنج، تمام؟ فهدخل على تيبل اسمه باور ريتنج، والتيبل ده برضو تيبلز كتيرة قوي، كل سايز بلت ليه جدول زي كده. فانا هدور على البلت سايز اللي انا مختاره اللي هو الجدول بتاع الاس بي بي، وهدخل بحاجتين، هدخل بالار بي ام، انا عندي 1050، انما هنا الار بي ام اللي لقيتها في 1000 و1100، يبقى انا هنا في النص بالظبط بين الاثنين. طيب وبعدين هدخل من فوق هنا مكتوب ايه؟ انا هحسب الجدول ده بيطلع لي الباور الريتد باور بالكيلو وات، بس بمعلوميه وبمعرفه البولي بيتش دايمتر. فالارقام اللي فوق دي كلها هي مين؟ البيتش دايمتر. فهدور على الدايمتر بتاع البولي الصغيره بتاعتي اللي هي 315 مللي، يبقى هدخل هنا انزل في العمود ده وامشي هنا الصف ده لغاية ما الاقي ان الرقم بتاعي هو بين الرقمين دول، الريتد باور بين الرقم اللي هو 1000 اللي هو 17.96 كيلو وات، والرقم التاني اللي هو 19.39. هنعمل انتربوليشن، فانا هنا اللي كنت 1050 يعني في النص بالظبط بين ال 1100، يبقى بالتالي الرقم بتاعي هيبقى في النص بالظبط بين الايه؟ بين الرقمين دول، اللي هو يبقى كام؟ 18.86، تمام؟ لو الرقم انا بعمل ايه؟ يعني الناس اللي مش عايزه تحفظ يعني بشوف انا
ممكن ارسمها لكم هنا كده وانا بعمل انتربوليشن هنا كده مثلا بين يبقى الاستيب دي دلوقتي طولها منين؟ جبتها منين؟ ال 1100 مع 100. حلو، انا القيمه بتاعتي 1050، الفرق بينها وبين ال 1050 يعني انا فين بالظبط هنا؟ ماشي؟ في النص بالظبط يعني ايه؟ اللي هي ال 50 ماشي على الستيب اللي هي 100. يعني لو انا كنت 1050 كنت هقسم 60 على 100 يساوي 6 من 10 مثلا، لكن انا دلوقتي 50 على 100 يعني بيساوي 5 من 10. الرقم ده بقى هو اللي هضربه في الستيب اللي الناحيه دي. هنا الستيب ديت هطرح الرقمين من بعض، 19.39 ناقص 17.69 اداني رقم اللي هو مش عارف بقى 2 وكام. اقوم اضربه في كام؟ في الستة من عشرة او في الخمسة من عشرة اللي هي اللي انا لسه ماشي. اما اضرب الرقمين في بعض هيديني المقدار اللي لما اضيفه على ده يديني الباور اللي انا معايا محتاج. يعني هنا مثلا هيدينا واحد وشوية تقريبا 1 كيلو وات، لما اضرب نص في الرقم ده يدينا واحد، اجمعه على السبعتاشر ده يدينا الايه 18.86. اعملوا انتربوليشن بالطريقه اللي تعجبكم او بطريقه تقريبيه سريعه حتى لو من غير حسابات لو ينفع عشان الوقت الامتحان. المهم الخطوه دي دخلت بيه الاوميجا واحد هنا ودخلت بالديامتر في الصف اللي فوق ده، قعدت ادور على الديامتر اللي هو 315، ده ب 315 وده ب 1050. جبت الايه الريتد باور طلع ب 18 بوينت كيلو وات. يبقى ده كده الايه الباور اللي السير الواحد بيقدر ينقله. تمام، طيب الباور ده بيتضرب او بيتجمع عليه باور تاني اسمه اديشنال باور بالبلت الكوريكشن فاكتور اللي بنضيفه ده بياخد في الاعتبار السبيد ريشيو قد ايه. فبدخل هنا بدور هنا في اللي فوق ده على السبيد ريشيو بتاعتي اللي هو هنا، انا هنا 1.59 يعني اكبر من 1.58 في الرينج ده، فهدخل هنا في العمود ده وهنا هدخل اللي عندي اللي هي 1050، اروح داخل جايب الايه الكوريكشن ده او الاديشنال باور اللي هي هتبقى النص بالظبط بوينت 0.74 وبوينت 8 يعني مثلا بوينت 7 كام 8 مثلا. ماشي، هضيف بقى الرقم ده زائد ال 18 بوينت 6.7 اللي انا حاسبه فوق. ماشي، فدي الخطوه اللي بعد كده. الخطوه اللي بعد كده ديت اللي هي بضيف الباور ده زائد الباور ده. ماشي، ف بدخل بالسبيد ريشيو في الجدول اللي فوق ده، بجيب حاجه اسمها الباور انكريمنت اللي هي ايه اللي هو الرقم ده، ده كده باور انكريمنت بيضاف على الريتد باور. فدخلت بالسبيد ريشيو اللي هي 1.59 ودخلنا في 1050 ار بي ام، دخلنا التيبل اللي فوق ده جبنا الباور انكريمنت بكام. تمام، الكوركتد باور او كوركت ريت باور بيساوي ايه بقى؟ بتساوي الريت باور بيربلت اللي هو 18.6 كام؟ 6 8 ولا 6 7؟ 6 7
زائد الكوركتد ده او الانكريمنت ده اللي هو 77.77، والاثنين دول نضربهم في الكوركشن فاكتور. الكوركشن فاكتور اللي جبناه منين؟ اللي جبناه من هنا اللي هو ال 1.05 ده في 1.05. الرقم ده يديها 0.41 تمام كيلو وات. ده كده الباور اللي السير الواحد يقدر ينقلها. طيب عدد السيور بقى اللي انا محتاجها هو بتساوي الديزاين باور اللي هو 70 على 20.41، طلع كام؟ طلع 3.43. ده لازم نقربه لاكبر رقم، يعني ده بيساوي 4. تمام طيب يبقى كده احنا جبنا المعلومة كمان اللي هي عدد السيور 4، 4 سيور. فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا نجيب الدايمنشنز الكامله بتاعه البول. تمام ف محتاجين ندخل على البولي دايمنشنز تيبل، وده برضو في الكتالوج بتاع فينر، لكن الكتالوج اللي الدكتور بعته ما فيهوش الجدول ده. فأنا دورت على النت وجبت الكتالوج اللي قدامكم ده، هو استكمال للكتالوج اللي الدكتور بعته، وفي جداول كتير بتاعت سايز البولي، كل بولي على حسب النوع بتاعها، ودي الدايمنشنز الايه المتاحه بتاعتها. جداول كتير بقى هنا للايه للسايزز بتاعت البولي. فانا اخترت على حسب النوع بتاعنا اللي هو البي ده، الاس بي بي. هندخل هنا في الجدول ده عند البولي ديامتر 315، وعدد الجروفز يعني عدد السيور اللي محتاجينها 4، ف315 مع 4 يعني هنا مع 4، ودي 315. وبعدين يبقى محتاج اجيب من الجدول ده البوش نمبر، يعني الجلبة دي ماشي، دي اللي محتاجين الرقم بتاعها، ومحتاجين بعد كده بقية الدايمنشنز بتاعت الايه البولي على حسب هي النوع تايب 6 ولا تايب 5 ولا تايب 7. بقية الدايمنشنز كلها مكتوبة هنا في الايه في نفس الجدول ده. تمام فبنطلع التايب والبوش نمبر. فالنمبر هنا اللي عندي اللي هو 35 25 اللي هو ده 3525، واطلع الماكسيمم بور دايمتر اللي ينفع الشافت، اكبر شافت ينفع يركب على البولي دي هو 100. اطمن ان هو اكبر من الجيفن في المسألة اللي هو كان 70. تمام ف دي كده المعلومات اللي محتاجها للبولي الصغيرة. كمان البولي الكبيرة هدخل عند 504 سيور، يعني هنا كده ادي 500 وادي 4، ادي النوع بتاع البوش ده البوش نمبر، وبرضو المينيموم او الماكسيموم دايمتر 100، وانا عندي في المسألة كام 80. فاذا طالما ده الماكسيموم اللاوبل وانا عندي الدايمتر اصغر من ده، اذا تمام مفيش مشكلة. فخلاص كده من الجدول ده بنطلع الايه المعلومات اللي قلت لكم عليها دي
نتكلم عليها هنا كده في الجدول. أعرف احنا دخلنا ازاي. وعدد السيول في البولي ازاي تطلع الرقم ده. هو ده الاوتبوت. وبطلع الرقم ده كامل بول. تمام. فانا كده محتاج ابعت لكم برضو الكتالوج التاني ده عشان في اخر تيبل. طيب بعد ما جبنا الدايمنشنز بتاعت البولي يبقى كده خلاص خلصنا المساله. اللي بيبقى ملخص الحاجات اللي احنا حسبناها اللي هو الخلاصه بتاعت المساله، جبنا نوع السير دي بي، عدده كان 4، اللينس بتاعه 4500، ماشي، و البوش نمبر كانت 3525، ماشي، والهاب الماكسيمم هاب دايمتر كان 100. تمام، بس ده كده الملخص بتاع المسألة بعد ما حسبنا. ممكن برضو نقول ده اللينس اهو 4500، ممكن نقول السنتر ديستانس الجديدة بدل ما كانت 1600 بقت 1607. بس كده ممكن نشوف كده المسألة اللي هي المحلولة دي. آخر حاجة لما اعرف الدرايف اهو 4 اس بي بي، 4 سيور، السايز اس بي بي، اللينس 4500، النوع السير هو ويدج، ودي بالمناسبه كانت جيفن في المساله. بيقول لي ان هو اصلا عايز يعمل ديزاين لويدج بيلت، فاذا النوع بتاع البيلت كان جيفن في المساله. بعد كده السنتر ديستانس 1607 ملي، وبس كده. هو ده كده الديزاين بالكامل. في المسألة ديت هو كان حل المسألة بطريقة تانية عشان يطلع ايه، حلين مش حل واحد بس، يعني كان ينفع السير اللي فوق ده وكان ينفع السير ده كمان. احنا حلينا، انا حليت معاكم دلوقتي النوع الاولاني ده بس. تمام كده. بس يعني وبالتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم.